ومن المنبر ده بنتحداهم شتى الناس الزعلانين والجرائد اللي بتكتب وده الناس كذابين ومجرمين ودجالين. انت قال الناس اللي بيكركوا ليه؟ ودى البرعي والخنجر وفي الفيسبوك وهؤلاء تكفيريين وهؤلاء يا حكومة الحقينة وكده ليه؟ لأنه الشغل دي مشت تمام ودي أقوى دعوة، لأنه دي دعوة الله مش نحن، نحن ضعاف عرفته وفقراء. ربنا قال أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، دي لأنها دعوة الله عشان كده ما بتتحارب. شيخ اللمين مش قال داري حرب الدعوة دي؟ وينه هسه؟ وين محله؟ تعرفوا؟ كسروا الزاوية بتاعته بالبوكلين كوف كسروا عليه، وصادروا أمواله مليارات في الإمارات، وطردوا من السودان طبش مشى قاعد مع الكفار، بنات لابسات أردية قال بيذكروا الله معاه، دي علينا نحن؟ طبش مشى. الإزارك قال لهم يا أخي الله ما في السماء، قال لهم الله لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا جوا العالم لا برا العالم، معناته ما في، أنكر وجود الله سبحانه وتعالى. وقال لو قلت لي الله في السماء، قال الله قال إذا السماء انشقت لما تنشق الله بيتلب. الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى انتقم منه وطفش، خلى البلد دي نهائي بفضل الله سبحانه وتعالى، خروج بدون عودة. وإن جيت بتلقانا إن شاء الله قاعدين لك هنا، ده نردمك تاني تمشي بلد تانية. فدي أقوى دعوة الليلة، كل الناس بيصرخ كلهم بيصرخوا، دي دعوة قوية جدا، نحن ذاتنا لو تلكلكنا بنطفش، دي دعوة قوية بفضل الله. لكن دي الناس ما بيفهموا وما دارين يفهموا.